إذن مشاهدي قناة شوف تيفي، تحية للجميع مشاهدينا. اليوم معنا واحد الحالة، واحد السيدة كما كتشوفوا معنا على المباشر والزوج ديالها. هاد السيدة اللي كتقول أن هي تعرضت لاعتداء شنيع من طرف الجيران ديالها، هي غتحكي لنا يعني شنو وقع لها ما بينها وبين الجيران ديالها. كتقول أن هي 16 يوم وهي في السبيطار من بعد ما تعرضت للكسور على مستوى اليد اليسرى ديالها، وكما كتشوفوا الزوج ديالها حتى هو من ذوي الاحتياجات الخاصة. إذن مشاهدينا تيقول أنهما تعرضوا للحجرة والظلم من طرف الجيران ديالهم، وغنخليوكم مع هاد الزوجان اللي غيحكوا لنا شنو وقع لهم. تفضلي لالا عاودي لنا شنو وقع لك، كيفاش تعرضتي لهذا الاعتداء هذا؟ الو بغى يرحلوني دراع، بغى يرحلوني الصحة، قال لك طرح لي هاد البلاد، ماشي هاد البلاصة، هاد بلاد المخزن، وقال لك ما تقعديش فيها، ماشي هاد الحط ديال ولاد سماعين، هاد الحط تاع ولادي شوف، وتيحرش هذاك السيد وما كاينش راجلي، كاينة أنا وبنتي. وتعرضت المرأة باش يجبدونا، تعرضت المرأة للدرية جاية ساقية، شدتها تتسوط فيها بالعصا، مشيت أنا صدت بنتي في ديك الحالة عامرة دم، عندها 16 عام، كرفسة، جدتها للدار مخلوعة، جا خلط عليا في الدار، درية شواط ديال الكلاب، هرشني من يدي، صافي عيطنا للأبيلانس، لقيتنا في الطريق، مشينا مكرفسين، مشينا البيتين في البرد، البيتين مكرفسين، ولا تلقط في طريف ديال الخبز مع ولادي. هاتوما هاد السيد راه لا إله إلا الله، وتنسكر المخزن وتنسكر الأمن الوطني، وقف معايا هاد الدرك راهم مشدودين، تكرفست وتكرفست تكرفست تكرفست، أنا اللي قايمة بهاد السيد، أنا اللي تن كلشي تنديرو أنا، درك ضيعوني في يدي، والسيد ما عندو صحة، ضيعوني في كلشي. وليداتي صغار، عندي جوج وليدات وبنت، ضيعوني، اشديت ليهم، تندير طيف ديال الخبز، والغابرة ديال المخزن، ما ديالي ما ديالو ما ديال حتى واحد، وما نشمحش القرقوري، ما نشمحش القرقوري، ما نشمح ليس، وقلتي باتي حرش فيهم، وقلتي باتي حرش ماحية. فيهم، ما نشمحش فيهم، والكيف. ما نشمحش القرقوري، وحطينا احنا وداك السيد بعاد، تفضل. انا وداك السيد بعاد ما حدانا تا واحد، تيجيو عندو السكيريه والقرقوري هو مو كلشي. عاش الملك، عاش السلطه، درك راه السلطه دايره لنا الحق ديالنا، راهم معتقلينهم الحمد لله، الله يخلي لنا ملكنا والسلطه ديالنا. هاد الناس تحيروا عليا بزاف، انا واحد الراجل مسكين ما عندي صحه، هاد القرقوري قال لي نشري انا وياك غلم، أنا نطلعوا الأربعة نشريو غلام. عاش الملك، عاش الملك. دابا الناس تعتقلوا، معتقلين معتقلين، وهذا خينا هذا. شنو وقع للسيدة؟ عاودنا شنو وقع للسيدة أنت؟ هاد السيدة أنا ما كاينش، غايب تنصاوب فيها الموطور. في ولادي سف، يومين وأنا في ولادي سف. عيطت ليا قالت لك فينك، راه حنا كيفاش كيفاش، كاينة هي والدرية، عندي جوج وليدات أخرين ما كاينينش، واحد تيقرا وواحد ما عرفت مكان. خدام ولا مسخرة مو ولا، عيطت ليا، بقاو البهايم دارعين تما، واحد الزموري الله كتر خيره هو اللي جاب البهايم دخلهم، وهاد الزموري هو مرتو اللي شهدت لهادو فكت الدرية، وجاها القرقوري قال ليها قلب. سمية الله الشريف، تفضل. تبارك الله عليك أخ. تفضل كملينا. هاد السيد من العيد ديال رمضان هو حاركنا، سعال العافية، سقط ليا ولادي. حرز عليا الماء، وراه عندو الشهاد، عندو الشهاد هذاك السيد، تكرفس عليا بزاف، وقال لي ماشي البلاد ديال بوك، سير لبلادكم، وهي راه بلاد المخزن. عاس الملك، عاس سيدنا، الله يخلي لنا السلطة، ودرك راه معتقلين، ولكن بغيت هذا خينا اللي تيحرشو، بغيتو تا هو يتعتقل، بغيتو يتعتقل، هما جوج كحلين، بغيتهم تعتقلو. عاس الملك، عاش سيدنا، تبارك الله عليك. إذن متابعينا كما شفتوا معنا الحالة ديال هاد السيد، تنسرع فوق الحمار، إلا حيد عليا الحمار ما نزيدش، وهاد السيد معايا يعطيني مال الدنيا نزيد على واحد جوج متر وحافيا نكايا ما نزيدش. إذن مشاهدينا كما شفتوا معنا في هذا المباشر،
كما قلت في العنوان الاعتداء اللي تعرضت ليه هذه السيده، وكتقول انا تعرضت للاعتداء هي والبنت ديالها والزوج ديالها كما شفتوا الحاله ديالهم من ذوي الاحتياجات الخاصه، وتيقولوا انهم تعرضوا للظلم وكيقولوا. فتحيه للسلطات المحليه، تحيه لرجال الامن اللي تيقولوا انهم وكذلك ان هاد الناس راهم تعتقلوا، راهم رهنا الاعتقال دابا. وكي تفضل سيدي قول لي اش بغيت هذا. وبغيت من سيدنا وسيد عندي هذا الموتور، هو شريته تنخلص ليه لاسورانس رفيقه شي 3 سنين هادي، حكوا خلاو عندنا بزاف، قلنا ماشي مشكل. دروك قالوا لي البيرني، واش هالحاله يدير البيرني؟ انا في عمري ما عرفت 60 ولا هكاك، انا غندير البيرني. هذا الموتور هو رجليا، هو علاش نجيب القود ديالي؟ وعاش الملك، عاش الملك، شكرا. إذن المتتبعين ما بقى لي إلا أن ودعكم من ضواحي الفقيه بن صلاح أولاد إسماعيل، كما تيقولوا هاد الناس اللي كتقول السيدة أن هي تعرضت للاعتداء من طرف الجيران ديالها هي والابنة ديالها، وكتقول لكم أنه اللي هي اللي كتخدم على الزوج ديالها، أن الزوج ديالها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكتشكر السلطات المحلية وكتشكر رجال الأمن اللي قاموا بواحد المجهود باعتقال هاد المشتبه بهم اللي الآن راهم موجودين رهنا لاعتقال. مشاهدينا كما شفتوا معنا هاد الحالة ديال هاد السيد اللي كيقول انه تيتنقل على هاد الموتور الى مكان هو ما كيتنقلش اليوم، يعني كيشكر من خلال هاد المباشر رجال الامن وكل السلطات المحلية. مشاهدينا الى هنا نصل الى نهاية هاد البث المباشر، نلتقي في مباشر اخر، الى اللقاء.